سوف أتابع عن أهم إنجازات آرثر كوستا. أولاً، نشط في العديد من المنظمات المهنية وعمل رئيساً لجمعية كاليفورنيا للإشراف وتطوير المناهج، وأيضاً كان الرئيس الوطني للجمعية للإشراف وتطوير المناهج الدراسية، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة من ناشونال التحالف الحضري في عام 2010. ويعد آرثر كوستا مؤسس مشارك لمعهد عادات العقل. وهنا صورة توضيحية، قام كل من آرثر كوستا وبن كلك بتصنيف عادات العقل وفقا إلى 16 سلوكا ذكيا للتفكير الفعال، وقاما بوصف كل عادة من هذه العادات على النحو التالي. هناك 16 عادة. أولا، المثابرة. ثانيا، التفكير في التفكير. ثالثا، التفكير والتواصل بوضوح ودقة. رابعا، الإقدام على مخاطر مسؤولة. وخامسا، التحكم بالتهور. وسادسا، الكفاح من أجل الدقة. وسابعا، جمع البيانات باستخدام جميع الحواس. وثامنا، حس الدعابة. وتاسعا، الإصغاء بتفهم وتعاطف. وعاشرا، التساؤل وطرح المشكلات. والحادي عشر، الإبداع والتخيل والابتكار. والثاني عشر، التفكير التبادلي. والثالث عشر، التفكير بمرونة. والرابع عشر، تطبيق المعارف السابقة على أوضاع جديدة. والخامس عشر، الاستجابة بدهشة ورهبة. والعادة رقم 16، وهي الأخيرة، الاستعداد الدائم للتعلم المستمر. وهنا نوضح من خلال الصورة 16 عادة مع صورة توضيحية لكل عادة ونبذة بسيطة عنها. وهنا سوف أتحدث عن أهم أعمال آرثر كوستا. أولا، أكثر ما يشتهر به هو الكتب البارزة. ثانيا، تطوير العقول. وثالثا، مورد لتعليم التفكير. ورابعا، المدارس كمنزل للعقل. وخامسا، عادات العقل. و16، خاصية للنجاح. وأخيرا، السلوكيات التمكينية. وهنا صورة توضيحية لسلسلة من كتب آرثر كوستا وبنا كلك، عبارة عن سلسلة مقسمة إلى 4 كتب، وكل كتاب يحتوي على عنوان وخاصية. أولا، الكتاب الأول وهو استكشاف وتقصي عادات العقل. يتيح هذا الكتاب المثير التعرف على طريقة توجه الطلاب نحو كيف يفكرون ويتصرفون بذكاء حينما لا يعرفون الأجوبة، كما أنه يتعمق في دراسة 16 عادة من عادات العقل، ويبين أهمية تنمية هذه العادات كجزء أساسي من النجاح اليومي والتعلم المستمر. والكتاب الثاني بعنوان تفعيل وإشغال عادات العقل، وهو عبارة عن دليل يكشف عن استراتيجيات ثبات فعاليتها صفيا لتعليم عادات العقل 16 التي تعتبر أساسية للتعلم المستمر. في هذا الدليل تجد عددا وافرا من الأدوات والاستراتيجيات التي تشجع الطلاب على ممارسة عادات جيدة في التفكير، كما يقدم أمثلة حقيقية توضح لك كيف تضع خططا لتعليم وحدات ودروس ومهمات تساعد الطلاب على أن يتعلموا ويطبقوا مفاهيم تعليمية مع أفكار محدودة تتعلق بمادتي الرياضيات والقراءة الأساسيتين. يقدم لك هذا الدليل أيضا جميع الخطوات التي تحتاجها للبدء فورا باستخدام عادات العقل في صفك. والكتاب الثالث وهو تقويم عادات العقل وإعداد تقارير عنها. يبحث بتعمق في استراتيجيات التقويم والإبلاغ التي تساعد مدرستك في أن تنمي ثقافة مدرسية عميقة. يعلمك كيف تشجع طلابك على التأمل
في تفكيرهم وتقويم ما إن كانوا ينمون ويستخدمون عادات العقل ويحددون تقدمهم. في هذا الدليل تجد نماذج عديدة من حقيبة نمو التعلم وتصحيح الأداء ومهمات تقوم مدى تمكن الطلاب من سلوكيات ذكية. والكتاب الرابع من سلسلة تكامل عادات العقل ومحافظة عليها. هذا الدليل يجعل عادات العقل 16 جزءا لا يتجزأ من حياتك اليومية في مدرستك أو منطقتك التعليمية. وفي هذا الكتاب أيضا تجد أفكار متعمقة وأمثلة حقيقية من مربيين ميدانيين توجهك في تدعيم وتعزيز عادات العقل في مجال القيادة المدرسية وتطوير الموظفين والمناهج. وهنا سوف أذكر بعض مقولات المشهورة لآرثر كوستا. أولاً عادات العقل عبارة عن مجموعة مكونة من 16 مهارة تفكير عليا يتم توظيفها لحل المشكلات في السياق المعقد والداعم لاتخاذ القرار من إعداد وتصميم، كلها من آرثر كوستا وبنكلت. والمقولة الثانية اللغة المشوشة تعكس تفكيرا مشوشا. والمقولة الثالثة من أهم عادات العقل هي التفكير في التفكير، وهي عادة تجعلك تراقب وتقيم تفكيرك وعملياته باستمرار قبل تحويله لسلوك. وهنا سوف أذكر الجوائز التي حصل عليها. أولاً حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من التحالف الحضري الوطني في عام 2010، وأيضاً حصل على جائزة التفكير صانع صانعي في المؤتمر الدولي للتفكير في بالبو إسبانيا في يوليو من عام 2015. يعتبر آرثر كوستا من الخبراء الذين اشتهروا في فهم العقل وتوظيفه لتوليد عادات تفكير مفيدة ونشطة، وقد استطاع في العادات التي حاول التدريب على تحققها لدى الأفراد أن يزيد من طاقة الدماغ أكثر مما هو مألوف في مجال، وهذا جعل الدماغ آلة تفكير نشطة تولد العادات والتنظيم بذاتها، وبذلك يصبح متدرب ومولدا لعاداته وخبيرا في توليد عادات تفكير جديدة. ومن هنا ظهرت أهمية طرق كوستا في تربية العقل والدماغ.